نتحدث عن العملية التي تتعلق بعناصر تنظيم داعش، والمسؤول الأول عن تفخيخ السيارات وتفجيرها في منطقة شمال شرق سوريا المدعو أحمد محمد القرشي، وهو سوري الجنسي ومن قيادي تنظيم داعش الذين يعملون بشكل مباشر في تفخيخ السيارات، وهذا ما حدث في منطقة الشحيل. العملية الأخيرة في منطقة شحيل استشهد على أثرها 3 من رفاقنا وتصبح 7، وكان هو المسؤول عن هذه العملية وهذه الاعترافات الأولية. وعلى هامش هذه العملية ومواكبة معها تم إلقاء القبض على 10 من عناصر التنظيم الذين ينشطون في هذا المجال. وهنا نقول بأن الحزب الديمقراطي مستمرة بنهجها في ملاحقة خلايا التنظيم ومتابعتهم ومحاولة التخفيف من أضرارهم على المنطقة، إن كان من الناحية الأمنية أو من الناحية الضرر بالحياة السكان. بالعملية الأخرى هي عملية تهريب حدثت من منطقة جديد العقيدات في منطقة شمال شرق سوريا باتجاه قرية المحسن مقابل لها في على ضفة نهر الفرات، وهي عملية تهريب مواد بترولية، وهذا الذي يقع فيه في الكثيرين الذين يريدون أن يأخذوا الموارد الأساسية لسكان هذه المنطقة. الجميع يعلم أن أسعار المحروقات في منطقة شمال شرق سوريا هي أرخص لأنها تستهدف الشرائح الجمعية، وبالتالي يتم استغلال هذه المادة وتهريبها إلى منطقة جنوب النهر. نعم سيد محمود، لو نتحدث عن حالة التموضع الخاصة لتنظيم داعش في البادية السورية عموما، ونتحدث بالتحديد في البادية ما بين دير الزور والرقة، كيف تتم سيطرة التنظيم على منطقة ما؟ ما هي العوامل التي تؤثر والركائز التي تستند عليها أو يستند عليه التنظيم لبسط سيطرته في تلك المنطقة؟ العوامل التي أدت في الفترة الأخيرة إلى حالة النشاط التي عاد إليها التنظيم؟ نعم، سؤال مهم وسؤال برسم الجميع. القضية أن داعش بندقية للآجار، من إذا وجدت من يمولها ومن يشغلها فلن تتوانى عن الإضرار بالمنطقة. نؤكد لكم ولسادة المشاهدين أن هناك أطراف على رأسها إيران وميليشياتها والأفرع الأمنية للنظام السوري الموجودين في منطقة الميدين والبوكمال يريدون وبشكل واضح تماما زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، ومحاولة ضرب قوات سوري الديمقراطي ومحاولة زعزعة الأمن وصولا إلى ضرب قوات التحالف. هناك مشكلة ما بين إيران وبين أمريكا، هناك مشكلة قد تكون قادمة بحروب في لبنان وغيرها. لا تريد إيران أن تترك هذا الأمر يمر، تريد أن تحاول الإضرار بهذه الحاضنة الأمنية التي يستفيد منها أبناء منطقة شمال شرق سوريا وخصوصا أبناء ريف دير الزور الشرقي. أريد أن أقول باختصار هي محاولة جر معارك الآخرين إلى أرضنا، ونحن في هذه المنطقة لسنا بصدد العداء مع أحد، ولا نسمح في نفس الوقت بأن تكون أرضنا محطة أو مسرح لمعارك. وهل عودة النشاط إلى داعش يخدم هذه الميليشيات التي تحدثت عنها حضرتك؟ لأن إيران لا تستطيع أن تدخل بشكل مباشر بقتال مع قوى سوريا الديمقراطية وعمقات التحالف، فلا تجد أفضل من المعيشة ولا تجد أفضل من ما يسمى بجيش العشائر وإبراهيم الليفل وهؤلاء المنتقى الذين يعملون لديها الآن، تجد فيهم بيئة خصبة لإرسالهم مجموعات قتالية إلى المنطقة. ولكن كما قلنا قوى سوريا الديمقراطية داعش الجديد لن تسمح بزعزعة الأمن، وللأسف الشديد هناك قوتان إقليميتان تريدان بهذه المنطقة. القوة الأولى والتي تبدو الآن مؤثرة كثيرا في منطقة شرق دير الزور هي إيران وميليشياتها، أما بالنسبة للطرف الآخر فهي تركيا التي تلتقي مع إيران في نفس الأهداف وإن اختلفت الوسائل، وبالتالي المنطقة تتعرض لهجمة خطيرة نحاول تخفيف تبعاتها على المنطقة. نعم، سؤال أيضا سيد محمود لو تسمح لي. أنت تعلم أنه داعش هو تنظيم عابر للحدود ويمتلك طبعا يعني قوى وفروع في عدة دول أخرى منتشرة حول العالم، ولكن يبقى التركيز ومركز القوة ربما هو في سوريا والعراق. وحضرتكم من خلال مراقباتكم وملاحقاتكم والعمليات الأمنية التي تقومون بها مع هذا التنظيم، نتساءل عن أولويات تنظيم داعش اليوم في المنطقة وأيضا في المرحلة المقبلة، على ماذا يركز؟ للأسف تنظيم داعش ليس لديه مشروع،
عندما كان متمكنا من هذه المنطقة من سلس سوريا وسلس العراق لم ينتج شيئا. أفكار التنظيم أفكار راديكالية متطرفة لا يمكن أن تنشئ مجتمعا أو تنشئ دولة أو تستطيع أن تحقق أي غاية، هي فقط حالة إجرامية انتقامية. تريد داعش أن تنتقم من القنصلية الديمقراطية لما حدث لها منذ 2015 وحتى 2019، وتحلم مرة أخرى بالعودة إلى مراكز القوة التي كانت تحتلها في سوريا وتعيد الخلافة من جديد. هذا ما نسمعه من خلال أشبال الخلافة، من خلال عوائل نساء عناصر التنظيم، من خلال ما يتم إلقاء القبض عليهم. هناك مشروع لدى داعش يهدف إلى عودة الخلافة من جديد كما تظن، وتلتقي في هذه الفكرة مع من يمولها. للأسف الشديد قلنا ونعيدها كثيرا أن هناك حكومات ومنظومات قوية تحاول إعادة داعش مرة أخرى من جديد، وتجد فيها كما قلنا بالدقيل الإيجار تقاتل بالنيابة عن الآخرين، وهذا ما نجد من خلال هذا الأمر نجد انتشارا أوسع لعناصر لعمليات التنظيم في منطقة شرق دير الزور على أقل تقدير، والمنطقة المفتوحة هنا حتى حدود الحسكي حتى حدود العراقي منطقة كبيرة جدا تنشط فيها خلايا التنظيم، ولا نستبعد أن تكون تتلقى دعما ماليا وتتلقى دعما بالمقاتلين من الطرف الآخر، وأقصد هنا الجانب العراقي. نعم، سؤال أخير أيضا لو تسمح لي سيد محمود، يعني في ظل الأحاديث عن عودة العلاقات ما بين سوريا وتركيا، أيضا الانتخابات الأمريكية والحديث أيضا عن عودة الجمهوريون، وحضرتك تعلم أنه سبق وأن تحدث ترامب عن ربما انسحاب قوات التحالف من المنطقة، هنا كيف تتعامل قوات سوريا الديمقراطية مع هذين الأمرين، وكيف سيؤثر عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض؟ هل ربما ما تتوقعون أي انسحاب محتمل وكيف ستتعاملون معه؟ عندما كانت المنطقة أهدأ من الآن ولم تكن هناك بوادر صراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية كطرف داعم لإسرائيل مع إيران وميليشياتها في المنطقة، وانسحب في حينها الرئيس الأمريكي ترامب، ورأينا أن البنتاغون والكونغرس والاستخبارات الأمريكية فرضت عليه قسرا أن يعود مرة أخرى للانتشار في هذه المنطقة. القضية بالنسبة لأمريكا لا تتعلق فقط بملاحقة تنظيم داعش، وإنما هي قضية أمن قومي استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما انسحبت من هذه المنطقة فسيشغلها الآخرون. هناك قوى دولية كروسيا وإيران وتركيا تضع عينها على هذه المنطقة وتريد أن تحتلها لتمرر غاياتها ومشاريعها، لا يروق للولايات المتحدة الأمريكية الآن، وبالتالي إما سحبت من المنطقة فلن تكون فقط مصر الديمقراطية إنما أما فيما يتعلق بالجمهورية والديمقراطية فهذا أمر ثابت لا يمكن للأمريكي أن يغيره. نعم، جزيل الشكر، شكرا جزيلا لكل هذا التحليل وهذه المعلومات والإيضاحات من شمال وشرق سوريا. محمود حبيب الناطق الرسمي باسم قوات الشمال الديمقراطي.